أول نظام دفاع جوي وبحري تركي يدخل الخدمة، 1100 طلقة في الدقيقة. أعلنت شركة أسلسان التركية دمج نظام الدفاع الجوي القريب جوك دينيز في سفينة ميل جيم 5 بعد نجاحه في الاختبارات التي أدخل فيها، لتصبح المنظومة جاهزة للخدمة في الترسانة العسكرية البحرية التركية. وقد عزز نظام الدفاع جوك دينيز بصواريخ مضادة للسفن تستخدم ذخيرة أتوم 35 ملم، وتستخدم ذخيرة معيارية مقاس 35 في 228 ملم، تتميز بقدرتها على الانشطار أمام الهدف وخلق سحابة كثيفة من الجسيمات بفضل الصمامات الدقيقة التي يمكن برمجتها زمنياً، كما تستطيع تدمير الصواريخ المضادة للسفن ومقاومة التشويش الكهرومغناطيسي. وتتميز هذه المنظومة أيضاً بوجود مدفعين يمكنهما إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة، يبلغ مداها 4 كيلومترات، كما يسمح النظام المزود بآلية تغذية الذخيرة التلقائية غير القابلة للربط بتحميل كل من الذخيرة الحارقة HEI والذخيرة الهوائية Airburst في الوقت نفسه والتبديل بينهما حسب الحاجة، ما يجعلها مؤهلة لمواجهة الأهداف الجوية الصغيرة والسريعة.